عشان اطلع روحه في ايديا. خلاص بقى انسى جاسم ده وخلينا نشوف حياتنا. كل اللي عملته في حياتي ده كوم، واللي هعمله في جاسم ده كوم تاني. هخليه يتمنى الموت بدل المرة ألف. هشوفه بس، هشوفه. اتفضل يا ست جولي، ما احنا ما وراناش غيرك. مش عاملة زي القرش البراني كده من المرمية رجع لي تاني. معلش يا ست هايدي، كوريا دايما تهزر معاكي، بتحبك. معلش هي معذورة، أنا برضو تعبتها معايا قوي وهي ملهاش ذنب. لا ما بحبهاش، غير شو بس أنا اللي حاسة إنها عاملة زي العيلة الصغيرة ومسؤولة مني. وبعدين العملية عارفة؟ أيوة سوك، أنا مش قلت لك أوقات حصلني. بقولك إيه؟ مزنوق في الكباريه، الزباين على ودني، طمنين أنت، عملتوا في المشكلة اللي عندكم؟ ولا حاجة، على حطة إيد. لا عارفين هنوديها فين ولا عارفين هنعمل ايه. بقول لك ايه، انا عندي فكره جهنميه، والهانم كده شكلها هتطول شويه. بقول لك ايه، ايه رايك اما ناخد ست الهانم ديت ونسكنها في البنسيون اللي كانت ساكنه فيه البنت نوال؟ قلت ايه؟ ايه بنسيون؟ لا بنسيون لا، الحكومه هناك رجليها داخله طالعه عشان يطمنوا على السكان، وبنت الناس هناك دي ما ينفعش تكون هناك. ايوه صح، خال بيقول لك ما ينفعش. وبعدين تعالى هنا، ادام البنسيون ده كانت قاعده فيه اللي اسمها نوال يبقى اكيد مشموم. اللي هي تولع في قلب بدله الرقص مطرح ما هي قاعده قادر يا كريم. طب انا بقى تلاقيت المكنه الصح. فين؟ اقول لك بقى فين. ايه رايك اما ناخد ست الهانم ونسكنها مع نوال في شقه جديده اللي عزوز جابها لها؟ بقول لك ايه، حته دين شقه مش عايز اقول لك، انا مش عارف عند الاوض بتاعتها. اه قلت ايه؟ بيقول لك تقعد عند نوال، ده انا خنوقها كده بايديا دول وافقر لها في الارض عشان اتويها ولا لقيناهاش تقعد مع نوال. طب ثلاثة بالله العظيم، الراجل اللي اسمه سوكا ده كلامه مظبوط، المكان ده صح، ما الناس صالح احنا بكلفاتك مع نوال. انت عندك حق، هو انت عندك حل تاني يا كوريا؟ معرفش، اكيد في حل تاني. اللي هو ايه؟ معرفش، نفكر. يبقى مش وقت مشاكلك دلوقتي، هاتي التليفون. الو، يا سوكا، هي نوال دي ساكنه فين؟ ازيك ست الكل؟ في شارع الهرم. طب انت متاكد منها؟ 100%. طب بص بقى، انت قول لها ولو وافقت يعني يعتبر مكان جديد وبعيد عن الشبهات. وانا هكلم نوال بقى، مش عايز اقول لك بقى، وحياه ربنا اول ما تشوفك هتاخدك بالحضن. لا نوال دي كريمه قوي قوي. اه يبقى انا خلاص هروح لنوال. يعني زنقت معاك البلد كلها ما لقيتيش الا مكان نوال؟ ماشي يا جولي، بشوقك بس كده بقى. جوري يا بحر. رايحة فين؟ اوعى خي. مالها البت دي؟ يا اهلا يا اهلا، خطوة عزيزة منوراني يا ست جمالات. لا ده اسمها هايدي هاني من نوال. يوه يقطعني، اصلي واخدة على قديمه. معلش مفيش مشكلة، بس الشهادة لله انتي برنسيسة. انا قلبي قال لي انك لا يمكن تكوني قريبة اللي ما تتسمى كوريا دي. اهو الفرع اللي يجيب الصبارة الناشفة يجيب برضو الوردة المفتحة دي. ولازمتها ايه بس؟ لازمته ايه؟ انا عيبه في كوريا وهي مش موجودة معانا. انا الله، جرى ايه عم شكري؟ ما انت عارف ما بقبلهاش، وبعدين بتفك مع الست هانم بكلمتين. يبقى بلاش ست هانم والكلام ده، قولي لي هايدي على طول. هايدي على طول؟ طيب يا اختي بيتك ومطرحك. وبعدين انا سوكا كلمني وفهمني على كل حاجه، وسوكا ده بقى وش الخير عليا، وانا لا يمكن اقول له ابدا ابدا لا في اي حاجه. وبعدين انت حبيبتي، وقفتي معايا وقفه السبع رجاله لما كان سلومه الناقص ده عايز يتجوزك عليا وانت رفضتي. وبعدين انا حلفت ان اللي يقف جنبي انا خدمته ليوم الدين. منورني يا ست هايتش. يا صباح العكاوي. يا صباح الكبده يا كبدتي. هات ياد كرسي من عندك. ايه الطله الغريبه دي؟ عندي ليك مصلحه حلوه قوي، لو ليك شوق فيها لغي لك صاحبها. صاحبها ايه؟ راجل تقيل 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 وبيلعب في ملعبك. امتى الحدايه بتحدف كتاكيت؟ بتحدف لو فيها مصلحه بتحدف. ولو اني مش حبك ماشي، ايه المصلحة؟ عقارات، الجو بتاعك. ايه العبارة يا كبدكي؟ العبارة في العمارة. اسمع، أنا أعرف واحد اسمه الحاج عرفة، بيبني عمارة 11 دور على ثلاث نواصي وواجهة. ثلاث نواصي؟ ربنا يزيده. أنا هنطقك يا سلومة، وربنا لنطقك، أنا هدخلك معانا، وهو معانا ستيلة برضه.
شوف هتقدر تدفع كام، واللي هتدفعه هتاخده ثلاثة ظرف كام شهر. ايوه بس انا الجنيه اللي معايا على قده، ودول ناس غيلين. لا ما تقلقش، انا ليا دلاله عليه قوي، بس انا هينوبني من المصلحه دي خمس بواكي. امين. هما باكو واحد، والسلام عليكم ورحمه الله. بطل نتنسى اللومه. اوه اخرك معايا ثلاث بواكي. هما خمسه، ياما المصلحه هترسى على حد تاني. قلت ايه؟ خلاص خمسه خمسه. ماشي يا كبتكي. يا ساتر، ده انت الجنيه اللي يطلع منك اخواته يدعوا له. مالك يا اختي مالك بس؟ فيك ايه؟ شايفه يا خالتي؟ شايفه البيت فاضي عليا ازاي انا وانتي؟ بقينا قاعدين زي قرده قطعه لوحدينا. امي راح وكبدكي راح وخلي ملهي في حاله. ده حتى جولي بعتنا واشترت عدوتنا، خلاص مش هنشوفها تاني. يا بنتي قطعتي قلبي يا حبيبتي. خلاص بقى خلاص اسمعي، انا بحبك، انا مش هسيبك ابدا. تعالي بقى تعالي اقعدي على رجلي. اسم الله عليكي يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي. ما تخافيش انا معاكي، مش هسيبك ابدا. يلا تحكي بقى تحكي بقى يا اختي بقى. يلا. وده ايه ده؟ ده مفتاح البيت. وده مفتاح التلاجة. طب فين بقى مفتاح النملية؟ يو النملية ملهاش مفتاح. طب الله مين؟ طيب خلاص في ايه؟ الدنيا طارت. ايه ده؟ في ايه؟ مجري قدامي. لا مجري فين؟ هاتوها هاتوها. انا ما عملتش حاجة يا بيه. انا ما عملتش حاجة عشان اللي. طب انا عملت ايه طيب؟ طب انت بقول لك ايه؟ كلمي خلي شوفنا يلا ما تتعبيش نفسك هنا ولا انا هقوم اساعدك. والنبي ابدا، ده انت ست الهوانم. الله، عشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى اللي اسمها كوريا. هي كانت بتعاملك ازاي وانا بعاملك ازاي. ميرسي. انا هدخل استخبى جوه. عزوز. صباح المساء على نجمة مصر الأولى وفاتنة الجماهير. أهلا يا أخويا، أمورني. الله الله الله، من على الباب كده يا ناني؟ مفيش اتفضل يا زيزو. لا مؤاخذة يا زيزو، ما أنت عارف يا أخويا حرمة وقاعدة لوحدي، يعني ما أقدرش أدخل رجالة. الله الله، هم فين الرجالة دول؟ ده أنا زيزو. ما تأخذنيش يا زيزو. الله 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 الله، الطبق طبقين والكوباية اتنين وكل الأحبة اتنين اتنين. ده احنا واضح ان عندنا ضيوف بقى. ضيوف مين يا اخويا؟ ده انا كنت بحضر اكلي. الله. خدوهم بالصوت، ما انا اجيب الشقة وادفع واكلف واصرف وغير يجي الضيف. لا يا حبيبتي الكلام ده ما يكونش عيش معايا يا ناني. اوعي من وش، خليني اشوف من جوه. يلا اوعي. تعالى هنا يا راجلين. بقول لك اوعي من وش، خليني اشوف من اللي جوه. هنا واقف. الله الله الله، ودي تطلع مين دي بقى ان شاء الله؟ انا بنت خالتها. وبعدين انت ازاي تسمح لنفسك تتهجم علينا واحنا ستات لوحدنا؟ ما تقولي لها اللي قاعدين لوحديكوا يا حلو. انا بقى مين؟ لا مين ولا الميلامين يا اخويا، مش كل التير يا حبيبي. انا راقصه بس بشرفي. اوعى تكون فاكرني منيها ما هتاخد لي الشقه وتقدر تتنطط لي بقى فيها كل شويه. لا يا حبيبي، وبعد العامله دي فايتلك الشقه على المحل على اي حاجه تيجي من وشك. ويلا بقى وريني لا مؤاخذه عرض كتافك. الله الله الله، ايه يا ناني؟ جرايه حبيبتي، ليه ليه بس الزرزره دي وليه العصبيه دي؟ استهدي بالله يا جميل شويه. الله يلا يا اخويا. يا حبيبتي اهدي بس، انا هنزل اهو لينا كباريه اللي قصدي لينا بيتي. يلا. طب اسمع، تهدي يا ناني. الله، قلت لك اهدي مش كده. مع السلامه. جات كل هم صمت منيل، الا ما فيك واحد عادل. يا اختي انت قاعده مكتومه كتمه الكحك ليه؟ هو انا ناقصه هم يا ربي؟ بس يا ولية بس خلاصي بس يا ام منقر. انا بورقرص عليكي. مالك يا امه؟ امال بس خالدي سندس يا امه. قول لامك تسكت، قول لها تسكت لحسن بعدين افشفش دماغ اللي جابوها. بقول لكم ايه، انا مش عارف انام لكم ولا ايه؟ ايه اللي بتلعبي بقك فيه ده؟ خلي لعبي بقك انت كمان. لا خلص خلاص ما عادش فيه. بقول لكم ايه،
انا صدعت اخش انام جوه. ايه الصداع اللي انا فيه دوت؟ ايه يا ولد انت ايه اللي مقعدك في وسط النسوان؟ الله نمت عليك حيطه يا بعيد. يا باي عليكم انتوا الاثنين. يا اختي يا رامي اتبيها علينا يا ولد. يا ابني انا قلت لك يا ابن الفقريه نمشي من هنا من بكره الصبح تجيب لي شقه يا ولد. العمر مش بعد يا ولد. يا خرابي يا خرابي. خلاص يلا يا خرابي يا خرابي. بكره اجيب لك شقه في الفرن في سيزيزو ومبلا بتاع. سلام يا اخويا. يا رب البيت عليكي. بتضحكي عليا يا ولية؟ يا رب تموتي. عشان خاطري يا ابو طالب دي كوريا دي بنت غلبانه ضيعت قبل كده سنه من عمرها في السجن في قضيه ملهاش لازمه. ولا يعني عشان طلعت جدع مع الست هايدي بنت سيادتك تقوم تترمي في الحج مع القطاعين الطرق والحراميه؟ ربنا يخليك ويطولنا في عمرك دي بنت غلبان. يا اسطى شكري ما تخافش كوريا ما عليهاش اي حاجه. انا هبعت لها محامي النهارده يطلعها. تلاقي الضابط بس كان بيضغط عليها شويه عشان تعترف بمكان هايدي. وبعدين هو ما قبضش على هايدي عندها عشان يثبت انها كانت تتستر عليه. ما خلاص بقى يا عم شكري. خلاص يا عم شكري قال لك ما عليهاش حاجه يا عم شكري. يا باشا مهندس دول مش مستنيين يثبتوا حاله. دي ناس يدها الطايله. انا كل اللي مضايقني دلوقتي كوريا بنت اختي زمانها قاعده كيف الطفله صغيره مزعوره في وسط طويل الاجرام. بقى انتوا بتتكتلوا عليا روح خالتك منك ليها. بقول لكم ايه اللي فيه كره سجن القناطر تبقى تسال عليا هنا تقول كوريا ابقاط هم عرفوها كويس انا مين. واللي فيكم مش راحه اول ما تخرج من هنا وتدوس على اسفلت كده اهو تبقى تتشاهد ان ربنا نجاها من تحت ايدي. جاتكوا 60 نيل كوريا عبد العاطي. نعم. تعال. ماشي انا خارجه اتمم على الاسم وراجعلكوا تاني. لو لقيت واحده بس لفت وشها كده هو ولا قعدت هشقلبها هخلي ايديها تحت كده ورجليها فوق. ماشي. جاتكوا القرف. بعتين لك محامي اللي مع ربنا قلبه مرتاح يا باشا. لو عايز احبسك وارحلك على النيابه دلوقتي هحبسك والنيابه بقى تبقى تتصرف في موضوع التستر ده. لكن انا هخرجك دلوقتي واعتبر اللي حصل ده قرصة ود. لكن لو ما جيتليش من نفسك وقلتلي هايدي فين لمصلحتها ولمصلحتك اقسم لك بالله لاكون قابض عليها ومرحلكم انتوا الاثنين في كلبش واحد. ونعمه بالله يا باشا. شكرين. ألف شكر يا فندم. السلام عليكم. يا باشا أنا راقبت الحارة كلها واتقصت. هيدا أبو طالب عاملة نفسها راجعة من الخليج واسمها جمالات وإنها بنت خالد بنت كوافيرة اسمها كوريا. وهيدا لما مؤاخذة كانت فاتحة يعني محل قمصان لوم وحاجات زي كده يا باشا. وعلاء بيه اللي كان بيحميها. بس هي يا باشا كانت مشيبة رجالة المنطقة كلهم. معلمين وسواقين تكاتك وجزارين حتى شيخ الجامع كان عايز يتجوزها. ومين لسه على اتصال بيها؟ أكيد علاء بيه. عشان كده قبض على البنت كوريا وحبسها خايف لطرطش بالكلام وحد يعرف مكان هايدي بعد ما هربها من المنطقه. طب اتكل انت على الله ارجع هناك وتبلغني اول ما اللي اسمها كوريا دي تخرج. توجيهات سعادتك اوامر يا باشا. ماشي علاء. ايوه دكتور نادر. بقول لحضرتك ايه؟ انا مكسوفه منك جدا يا نوال. يعني انت النهارده ما نزلتيش الشغل بسببي وكمان عملت لك مشاكل وقلق كتير. يا اختي راحه وانا عملت الصح مع عزوز عشان اكهربه. وبعدين انا حالفه اعمل لك الخد ده زاد والخد ده ميه عشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى ولا تتعاشر اللي اسمها كوريا. حرام عليكي كوريا دي جدعه وطيبه وانت برضو شكلك جدعه وطيبه. يعني انا حاسه ان انتوا لولا المشاكل الصغيره اللي كانت ما بينكم بتاعه الشقه وابراهيم كان زمانكم بقيتوا اعز اصحاب. اصحاب مين يا ست؟ ده لو القط ولف على الفار انا وهي لمؤاخذه لا يمكن نولف على بعض ابدا. طب انا كنت عايزه اطلب منك يعني طلب صغير. يا اختي اموري. ينفع يعني استعمل موبايلك؟ لازم اكلم بابي. يا اختي اتفضلي يا اختي اتفضلي. ميرسي. بصي هو انا معايا موبايل بس ما ينفعش اتكلم من الخط اللي فيه لازم اجيب خط جديد. يا اختي انزل اشتري لك هو موال بس استخدمي ده يا اختي براحتك. ميرسي. بابي حبيبي يا بابي وحشتني جدا جدا جدا. اهلا يا هايدي. اهلا حبيبتي السيد وحشاني موت. انا نفسي اجي ابص عليك. بلاش زيارات يا بابي يعني اصلا انا مش عايزه اضايق نوال. تضايقيني ده ايه؟ يا اختي
انتي ده بيتك ومطرحك، تجيبي فيه اللي انتي عايزاه. متشكره ميرسي. يا بابي. نادر مخلي باله من كل حاجه وعامل شغل في القضيه، بس الواد الظابط ده اللي اسمه علاء طلع مش كويس. تصوري قبض على كوريا. ايه؟ انت بتقول ايه؟ قبض على كوريا؟ بس طلعناها بنت غلبانه وجدعه قوي ما جابتش سيره اي حاجه عنك. حبيبتي يا كوريا وحشاني قوي، نفسي اشوفها هي وسندس. طب بص يا بابي، انا عايزه دينا تجيلي هنا وتجيب لي معاها هدوم جديده، وتجيب لي كمان ايباد بدل اللي اتحرق في المحل ده. حاضر. طب هو عامل ايه؟ هو مين؟ علاء. تاني علاء؟ قلبك ده كده على طول ماشي بيكي غلط، مش عارف اعمل ايه. ربنا بنتي يبعده عنك وما يوقعكيش في حد وحش تاني ابدا. تعال تعال يا معلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابراهيم. ازيك يا حاج عرفه؟ الحمد لله. ده المعلم سلومه جارنا. حاج عرفه بسم الله ما شاء الله باني 20 عماره ومشارك على قدهم. يا اهلا وسهلا. هات كراسي يا ولد واعمل شاي. بسم الله ما شاء الله. انا بعز الراجل اللي في العقارات بالظبط زيه زي الراجل اللي في الستات. خير يا ابراهيم؟ خير ان شاء الله يا حاج. المعلم كان معاه 100,000 جنيه، كان عايز يخش معاك بيهم في العماره دي. يعني ياخد شقه بيهم ولا ايه؟ لا شقه ايه، هو كان عايز يخش في فلوس البونه والحاجات دي ويبقى يطلع له بمصلحه وقت بيع الشقه. 100,000 ايه اللي يخش بيهم دول؟ هو لعب عيال؟ انا اقل مبلغ بشارك بيه 500,000. صل على النبي بس يا حاج. الله، اعتبر ال 100,000 جنيه دول عربون محبه، وان شاء الله يبقى في شغل تاني والفلوس تزيد. احنا هنروح من بعض فين؟ يا ريت والله. لو عاوز شقه هات ال 100,000 اللي معاك وانا قصيت لك الباقي. يعني ده اخر الكلام يا معلم؟ ده اخر كلام عندي. طب معلش بقى معلم سلومه، يعني خيرها في غيرها ان شاء الله، الظهر مفيش نصيب. يلا سلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عارف هيما؟ لو العماره دي طلعت 11 دور هتتكلف بالارض بحوالي 1,200,000، وهيبيعهم ب 3,000,000، وانا لو خشيت ب 100,000 ان شاء الله هطلع ب 200,000 في كذا يوم. خلاص بقى خيرها بغيرها يا معلم، مالكش نصيب مالكش. اقرص عليه شويه يمكن يوافق، ساعتها هديلك الخمس بواكي اللي لازمينك. لا هو مش هيوافق، انا عارفه. لا مش هيوافق عشان خاطر بس. طب بص انا ايه، هحاول معاه كده ويعني هشوف ميته ايه وبقول لك، بس هو مش هيوافق انا عارف، بس انا هحاول معاه. الو. الو. ايوه مين معاي؟ ايه ده مش عارفه صوتي؟ لا اختي مش عارفه صوتك، مين معاي؟ طيب طيب بالراحه، انا جولي. جولي؟ خليت نوال جابت لي نمره جديده وقلت لازم اكلمك انت اول واحده. ده بامرتي ان شاء الله. كنت من بيت اهلك؟ اكتر من اهلي. ايوه صح، بامرت مسكتيني ورحت قعدت عند عدوتي، هان عليك العيش والملح. دي نوال بتحبك قوي، دي حتى قالت لي ان لولا المشاكل الصغيره كان زمانكم بقيتوا اكتر من الاخوات. اندهالك تكلميها؟ يا اخي كلمها عذراء، انت في مقابله مستعجله. بقول لك ايه؟ اخلصي قولي عاوزه ايه؟ طيب خلاص سيبينا من سيره نوال. بابي قال لي ان علاء قبض عليكي وخرجك، ده حقيقي؟ انت عايزه ايه بقى ان شاء الله؟ عايزه تطمني على سيره علاء بتاعك ولا عاوزه ايه؟ في ايه يا بنتي؟ انا عايزه اطمن عليكي. قولي لي عامله ايه في البيت والشغل وكده؟ ده يا اختي اطمني. البيت بيقع وقفلت المحل وقعد مرزوع زي قرد قطع بالظبط، ليكي شوف حاجه تاني؟ قفلتيه ليه؟ ما عادش جايب كهربته وخلاص، ما عادش عندي خلق انهد مع النسوان على الجنيه والاتنين، ويا ريتهم بييجوا. يلا ان شاء الله الامور تتحسن. طمنيني بقى على سندس، وحشاني قوي. سندس؟ سندس ربنا يتولاها بقى. قطع الاكل والشرب، قاهره نفسها من العياط، وما بتنامش الا على فرشتك. يا ربي. طب انا نفسي اشوفها، دي وحشاني قوي. بصي انا هبعت لك العنوان في رساله، هاتيها وتعالي على هنا. انت اتهطلت يا بنت. سندس مين اجيبها عند نواه؟ انا عدي على بيت المقطوعه دي يا اخي، عدي عليها قطر البعيد. اسمعيني بس، نوال بتروح كل يوم الكباريه الساعه 7 وبترجع بالليل متاخر، انت هاتيها هنا وارجعي خديها قبل ما نوال ترجع، بس خلي بالك من المراقبه. بقول لك ايه يا اختي، انا مش الفلبينيه اللي جابها لك عمك شكر، ارحمي نفسك تامير. وبعدين تعالي هنا،
انت اللي اخترتي تقعدي عند الواطيه دي، يبقى خلاص ما تجيش بقى دلوقتي تعملي لي فيها القلب الطيب وتقولي لي انت وحشاني واشوف سندس والجو ده. انا فاهم سلام. سيادتك دي صور المستندات اللي بتدل على ملكيه موكلتي كل الاصول الموضوع تحت تصرف البنك كضمان للقرض. ما دي عندنا ولا فيهم ورق جديد؟ الحقيقه انا عايز اثبت بيهم ان البنك علشان يطلع القرض قام بتقييم الاصول بطريقه طبيعيه جدا وروتينيه، مفيش اي تدليس، مفيش اي اتفاق جنائي بين موكلتي وبين موظف البنك للاستيلاء على قيمه القرض. تمام. سيادتك ده طلب بتشكيل لجنه من خبراء التسمين لإعادة تقييم الأصول بالقيمة الحقيقية بتاعتها، وعايزين نضم التقرير ده على تقرير لجنة الرقابة على البنوك بالقيمة الحقيقية للقرض. الكلام ده طبعا سيادتك لتحديد القيمة الحقيقية المتنازع عليها بين موكلتي وبين البنك، ويكون التعامل بناء على الرقم ده مش بناء على 50 مليون دولار. بالراحة بالراحة. والله بالراحة هو طيب. ثواني ثواني احنا خلصنا كده خلاص يلا. معلش يا حبيبي استحمل شوية بس. خلاصي يلا. ايه اهو خلصنا بس يلا. انا ما سالتش نفسي كان اجوان انا ليه متمسك بيك لغايه دلوقتي وانا مسافر خدتك معايا، ولو كنت سبتك ما كنتش اخسر اي حاجه. طب ليه؟ عشان فيكي ميزات كتيره قوي، ميزات الراجل الصاحب بس ست، وكل ميزات الزوجة بس من غير مسؤولية، وتعرفي تبقي مديرة أعمال شاطرة قوي تعملي أي حاجة في أي حاجة من غير ما تعترضي. يبقى راجل غبي اللي يسيب واحدة زيك. بس على فكرة في ميزة مهمة جدا أنت نسيت تقولها. إيه؟ إن أنا بحبك جدا، وبعدين انا بحبك اكتر من عادي واكتر من اي ست انت عرفتها قبل كده. انت بتحب نفسك وبتحب الفلوس اكتر من اي حد في الدنيا. دي حقيقه، ما تبصليش كده. وشخصيتك دي ما تعرفش تعيشها لما حد زي، اما موضوع بتحبيني ده فوسعت منك شويه. والله العظيم يا حبيبي انا بحبك بجد، وبعدين انت لو طلبت مني ان احنا نتجوز دلوقتي انا هسيب العالم ده كله عشانك وهعيش خدامه تحت رجليك. ما انت عايش وكل ده حاصل من غير جواز ولا نيله. الله، ولا هو هم وخلاص. نعم. بقول لك يا الله يخليك، انا مش نافعني الشغل ده. شغل ايه يعني؟ ست منور تيجي وتحضر كده وتغيب بمزاجها ان شاء الله. وانا مالي يا اخوي؟ هو انا كنت خلفتها ونسيتها ولا كنت خلفتها ونسيتها؟ وبعدين انت اللي غلطان. ايوه انت اللي غلطان، انا قدامك اهو. انت عارف انا لو طلعت على الفيست بتاعك ده هو ودبت دبتين وهزيت هزتين والنبي اعمل لك زلزال خمسه ريختر محترم، بس نسيت اجيب بدله الرقص معايا. مساء الفل يا اداره. اهلا يا طاعون، ازيك؟ الا الست الناني او الراقصه الفيرجن بتاعتنا لسه ما جاتش؟ اشمعنى انا يا طاعون؟ انت ناسي يا مديري ان هي مجايبي، ولو في اي قلق او حزازيات هتبقى في وش. لا مفيش قلق ولا حاجه، ما تقلقش نفسك ولا في اي حزازيات. روح انت بس شوف شغلك وخليناك على الزبان كويس. جرى ايه يا واد يا طاعون؟ تعالى هنا. انت يا اخويا عمال تصطاد في العكاره ولا ايه بالظبط؟ صدقي بقى ان انا اللي عينيا بتبكي عليكي بعكرة عشان خاطر الظلم ده يا ست ام سوكا. انت عارفه كويس ان تعتع قلبه يا روح كده كقطعنا. ده انت ساوي يا ولا. روح روح اكل. يسلم لي حلاوه لسانك. عن اذنك يا دكتور. اتفضل يا طارق، روح شوف شغلك. انت يا اخويا انت راخ في ايه؟ انت كل يوم التاني ملقح جثتك عليها، ما هي بترقص وبتهز وبتجيب لك فلوس زي الرز هنا وهنا وهنا وهنا. ايه؟ منشار طالع واكل نازل واكل من مجاميعه كده يا باي عليك.
يا ستي لا هناكل ولا هنشرب ولا من مجاميعه، خلاص بطلنا اللي عطلنا يا مسوكة. بقول لك ايه، الله يخليك، عايزك انت مسوكة تكلموها لي، قولوا لها بقى تنزل الشغل الله يخليك من بكره عشان خاطري، خليها تنزل الشغل عشان نخلص. خلاص خلاص، ما احنا ما وراناش حاجه غير ان احنا نلم ورا النسوان. شوك ربنا يخليكم يا رجاله. ماشي يا حاج عرفه، بكلمك. ماشي يا كبده، خد يا سوكه. عاوز ايه يا ابن عمي؟ بقول لك ايه، انت محتاج عربيه الكبده تاني؟ عربيه كبده ايه يا ابن عمي، ده مش كاري. بقول لك ايه، انت عارف انا كنت بكسب كام في الكبده؟ 10 جنيه كل يوم، اللهم صل على النبي. دلوقتي بكسب كل يوم كام؟ 500 جنيه من الاخر يا ابن عمي. انا امي دعيالي وربنا راضي عني، ومن الاخر كده يا ابن عمي، انت عارف انا من صغري وانا موهبه. قشطه يا فنان. وانا ده سوكه قايلك بالاول انها هتلعب، انا اصل كنت مزنوق في قرشين كده، فقلت ابيع العربيه عشان افك زنقتي. تامرني يا صاحبي من جنيه ل 1000؟ لا يعني امر لله يا سوكه، خلي 1000 ايه، ده انا محتاج فلوس كتير قوي، اصل انا مسافر سفريه كده. بس اوعى تجيب سيره لحد. ها اوعى يا السفريه دي بقى محتاجه حوارات واساتك وكلام من ده. بقول لك ايه، يعني هتسافر وتسيب بطن البقره؟ جد انا مسافر سفريه، هترجعني اشتري بطن البقره باللي فيها؟ بقول لك يا صاحبي ايه، خد دول بس خليهم معاك، امسك بس كده. لا خليهم يا سوكه، انت بقى ليك محتاجهم ولا حاجه؟ يا جدع انت خيرك عليا يا جدع، خد بس ينفعوك في السفر. لا مش هيجي لي قلب يا سوكه كده، امشي بيهم وانت محتاجهم، مش هيجي لي، مش هيجي. خلاص بقى انت حر، سلام عليكم. خد يلا. ايه يا صاحبي، هات الفلوس. خد يلا روح. نادر عالم الدين، محامي هايدي ابو طالب. اهلا وسهلا، اتفضل. أنا عارف ومتأكد إنك مستغرب جدا من الزيارة، بس أنا عرفت إنك لحد دلوقتي ما اتكلمتش ولا بلغت بشكل رسمي عن إنك تعرف مكان هايدي. وبعدين؟ ده معناه إنك مؤمن ببرايتها زينا، ومعناه كمان إنها كانت صح جدا لما قعدت معاك بنفسها وكلمت معاك على كل حاجة. وده معناه إن حضرتك متستر عليها وعارف مكانها، وجاي لي ضابط شرطة جوه الاسم بتاعه وتقول له عايز أتكلم معاك بخصوص واحدة هربانة منك. خالص. مين قالك ان انا اعرف اي حاجه عن مكان هايدي؟ وبعدين هو مش حضرتك رحت وقعدت واتكلمت مع ابو طالب بيه وعلاء بيه؟ تعال نحاول ما ننساش ان هايدي هربانه بس بريئه. والله انا مش قاضي عشان احكم عليها، انا وظيفتي اني اوديها للقاضي عشان يقول هي بريئه ولا لا. كلامك مظبوط، بس للاسف توقيت وقوف هايدي قدام القاضي هو ده اللي هيحدد براءتها من عدمه. يعني ايه؟ يعني هايدي ممكن تقف قدام القاضي دلوقتي حالا هيحكم عليها بالإدانة، ظلم، ممكن تديها شوية وقت ونقدر نثبت براءتها. انت جاي تقنعني انها تسطر على متهمة هربانة؟ انا بس عايز اشرح لك الموقف وعايز اقول لك على حاجتين مهمين قوي. اول حاجة ان في كل الاحوال شغلك بعيد تماما عن القضية، ولو اديت لنا شوية وقت عشان نقدر نثبت براءة هايدي تبقى خدمتها خدمة عمرها. طب والحاجة التانية؟ الحاجة التانية بتهيألي إنك لازم تاخد بالك كويس جداً الفترة دي إن في ياسر بيه عبد الحق بيراقبك تقريباً 24 ساعة في اليوم. ياسر؟ يراقبني أنا؟ بالظبط. ايه يا جوال يا حبيبه قلبي، صدقني كنت لسه بفكر فيكي وربنا وحشاني. وانت كمان وحشتني قوي. طب انت بتروح لماما بتطمن عليها؟ طبعا، ده انا بروح لها كل يوم يا نجوان، ضمك دي زي امي بالظبط. طب انت عامل ايه وهتيجي امتى؟ انا عامل الصح، قدمت على فيزا وقاعد بدبر في القرشينات، بس انت عارفه بقى الدنيا صعبه، طالبين رصيد بنك وجواب من الشغل وحاجات كتيره كده، بس انا شغال ما تقلقيش يعني. ياه انت شكلك كده هتتاخر، والنبي يا ابراهيم حاول تعمل الحاجات دي كلها بسرعه. لا عيب عليك، انا موصي واحد شغال في شركه بترول هيجيب لي جواب ان انا شغال في الشركه، والفلوس دي انا اهو بجمع حته من هنا على حته من هنا. ما تقلقيش انت بس شويه وهتلاقيني قدامك. طب والنبي يا ابراهيم بسرعه، عشان انا بقيت خايفه من مروان بعد اللي جاسم عمله فيه، ما بقاش طبيعي خالص، وانا خايفه لا يتهور ويعمل حاجه ويورطني معاه في اسرع وقت. والنعم بس انت عقلي كده. نجوان نجوان اوعى تشككيه في اي حاجه عشان لما اجي الشغل يبقى على النظافه. نفسي اما ربنا يكرمنا كده
اخلف 5 بنات يكونوا امامير زيك واسمهم هاجر كلهم. يا سلام بقى، هتعرفهم من بعض ازاي ان شاء الله؟ بسيطه، هاجر رقم 2 تيجي، هاجر رقم 3، هاجر رقم 4، هاجر رقم 5، بسيطه. امال فين هاجر رقم 1؟ انت طبعا رقم 1، انت احسن هاجر في مصر. بقول لك ايه، مش تاخدي لي بقى ميعاد من اخوك عشان اجي لكم؟ اسكت بقى يا سوكا، انا فواز اصلا ما بيكلمنيش من ساعه ما هايدي مشيت من عندي. انا السبب طبعا، انا اللي عملت كل ده، وطبعا هي جت لكم البيت خربت الدنيا. انا اسف يا هاجر. لا يا سوكا انت مالكش ذنب، بس انا حاسس في نفسيتي كده ان هو ما كبرنيش يعني قدام ضيفتي. بقول لك ايه، سيبك من الزعل، مش انا كلمت امي خلاص بجد؟ امادي بس المهم، وهنعزم الحاره وهنجي لكم قريب وهغني لك احلى اغنيه من الحته ديت. هتغني لي ايه؟ هغني لك نفسي اتجوز اربعه. اربعه في عينك؟ اصلي هتجوز 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 هتجوز، انا خلاص هتجوز وهبطل ابص على البنات. تبص على البنات؟ لا لا، ابص على يعني ممكن يكون في ستات. ما هقتلك. بحبك. صباح الخير. صباح النور. من فضلك عايزه اقابل انسه ساره عبد الواحد. لا لسه مش مصطلحها بالزيارات خالص. والزياره للقرايب من الدرجه الاولى او للشخص اللي وصلها المصحه. انا لو وصلتها المصحه؟ طيب حضرتك احنا عندنا رقم تليفونك، هنتصل بيك اول ما يكون مسموح لها بالزياره. طب من فضلك ممكن تديها الورد ده؟ قولي لها من دكتور نادر. حاضر يا دكتور. متشكر قوي. اتفضل. يا ام سوكا، انت ياما هتيجي ياما ولا امشي؟ يا ولا استنى عليا اما الم شويه الرفايع دول. رفايع ياما، بقول لك ايه، الشقه فيها كل حاجه، خلصيني بقى. يا واد شويه الرفايع دول ما يهونوش عليا، دول ذكرياتي وحياتي كلها. شيل 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 ياما، احنا مسافرين البلد ياما، ايه اللي انت جايباه ده بس؟ يا باي عليك ياما. يا اخ سوكا. يا عم الشيخ خلاص نويتم المغادره؟ يا عم الشيخ مغادرين ان شاء الله. خد يا واه، والله ولا كنا ناويين نغادر ولا حاجه يا سيدنا الشيخ، هو احنا حيلتنا حاجه بس هنعمل ايه بقى؟ البيت المدعو ده هو كان هيقع على دماغنا، انما انا نفسي ومنعيني كنت اقعد في الحته كلها لحد ما يودوني القبر يا اخويا. ما هو برضه الحرص واجب يا مسوكا. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. ما احنا بقى نغادر يا عم الشيخ عشان التهلكه اللي انت بتقول عليها دي. والنبي هتقطعي بينا يا مسوكا زي بالظبط ما قطعتي بينا لما بطلتي بيع الفجل والجرجير. ماله يا اختي الفجل والجرجير بقى ان شاء الله؟ ما هي بتاعت الفجل والجرجير ده اهي ربت راجل زي الفل، نجم من نجوم السماء العاليه، وعندنا عربيه ورايحين يا حبيبتي بيت يشرح النفس، مش بيتكم المدعو اللي ان شاء الله ان شاء الله هيندك على دماغكم دكًا دكًا. ما تدكك يا وليه، يا وليه انت لسانك هيفضل بتبري منك كده. وانا شفت حاجه من الحاره دي عدله، بس اعمل ايه؟ قلبي قلبي اللي عاوز يتقطع، ما بتهونش عليا العشره. هو انا بنت حرام يا بنتي؟ والنبي هتوحشينا يا مسوك، والنبي هتوحشيك. مش هوسيك يا اختي بقى، ده بيتك تيجي في اي وقت يا اختي. حاضر يا سوكا، وانت خلي بالك من امك لو انها تخرب بلد بحل. حبيبتي ولا روحي اجري هات لي قله ام عاشور بسرعه. وقت ذكريات اولى اليمه دلوقتي. اجري يا واد هات لي قله، ولا ما تنرفزنيش. لو عليك يامه. يلا يا واد حبيبتي. السلام عليكم يا اخ سوكا. سلام عليكم. سلام الله. خليك انت هنا في التهلكه بقى يا عم الشيخ. ان انا ما بحبكيش، ده انت حبك مسكت انت قلبي والله قاعد وحاطط رجلي على رجلي. والنبي عارفه يا سوكا، والنبي عارفه. القله يامه. حاضر. القله يامه. اتفضلي يامه. سلام عليكم يا حبيبتي. هتوحشيني والله. سلام يا كوريا. سلام يا قلبي والله. خلي بالك من نفسك. خلي بالك من امك. ماشي حبيبتي. عافيه والله يا كوريا يا حبيبتي. جيلكم هبقى جيلك. سلام يا حبيبتي. سلام عليكم يا ولا. اسرح يا ولا. سلام عليكم. يوم اما وليا قال لها صحيح، غوره وليا من هنا، غوره وليا من هنا، المركب اللي اتود 100 بالتمام والكمال. والله يا اخي سلومه انا اخذتهم بس عشان خاطر كبداكي، وعايزك تعرف ان انا عمري ما شاركت باقل من 500,000. طب ما نبارك لنا فيك يا حاج، يخليك لينا يا كبداكي. اطمن، واحدة واحدة هتلاقيني داخل عليك بالنص مليون ومن مليون كمان. دول نسختين من عقد المشاركة مضلنا عليهم هنا يا معلم سلومة. الحمد لله. ايه؟ أنا ببصم. قبل ما تبصم حسنتي. نعم. نعم ايه؟ حسنتي. عيب، ده أنا المعلم سلومة. ايه المعلم سلومة؟ ده أنت معلم على نص المنطقة في الفلوس، حسنتي. صدقني أسد عيب. لا يبقى خلاص خد يا حاج العقد. لا 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 لا، بس مش كتصرف فيك. هات هات. ألف مبروك يا معلم سلومة، ألف ألف مبروك.
انت ابن حلال ولسه ياما هتشوف اقسم بالله. معلش والله يا بهوات انا متاخره قوي، المدير هاريني تليفونات، اصل الصاله ما تشتغلش من غيري. ابو سمار سيبك منهم، ده ما فيش غيري. ايما ومركز وظيفه ميري، انا ابو طالب وطالب كل حاجه. اهلا اهلا يا باشا. بابي معلش بس احنا مش عايزين نعطلنا ولا عن شغلنا. ربنا ينجح ربنا ينجح مقصدك ان شاء الله ويرزقك بولاد الحلال. طب بيتكم بقى ومطرحكم سلام. متشكرين قوي يا نوال. اقعد يا بابي اتفضل يا حبيبي. بص بقول ايه؟ ان مفيش حل غير الفلوس دي لازم ترجع. انتوا بتقولوا ايه؟ استحاله ان مروان يرجع الفلوس باي شكل؟ الفلوس دي ممكن اخدها منه بالقوه او ترجع بالحيله. حيله يعني كيف يعني؟ ايوه قصدك بالاشتغاله. يا اخوانا ده تعبان مش هنعرف ناخد حاجه منه. تعبان بس عنده نقطه ضعف، الستات والفلوس. لو الاثنين دمجوا في بعض في واحده ست حلوه قوي وغنيه جدا ممكن توقعه، بس اهم حاجه نعرف عنوانه في اليونان. انا شخصيا معيش فلوس، والراجل ابو نجوان ده زباله وبيتكلم بالملايين. ايوه بس الكلام ده كان الاول. نجوان دلوقتي في مصر بعد مروان ما نصب عليها، لو قدرتوا تروحوا لها وتقنعوها انكم لو لقيتوا مروان هتنتقموا منه، ممكن جدا تساعدكم. طيب عن اذنكم بقى، على فين يا بابي؟ انا ونادر هنروح الشركه نشوف الموظفين والمحامي اللي جايبينه انه رافع قضيه ضدنا ده، نخلص الحكايه دي وبعدين نرجع نشوف موضوع مروان. حد مستني حد؟ مروان بيه فين؟ What do you want؟ مروان بيه فين؟ I don't understand. What do you want؟ Who are you؟ نعم يا اختي. What do you want؟ انتوا مين؟ مروان بيه فين؟ شوف لي مروان بيه فين. Go out or I'll call the police. انا مش فاهم من امك حاجه. This is my home and this is my wife. بس طب شوف لي مروان. Go go go. انا شكل مروان لبستني مجاسم عشان اقتله ويخلع ولا ايه؟ كده مروان هم دول المصريين في الغربه؟ ماشي. صعبش عليا. اوكي جو جو خلاص جو جو اديك في وش امك خلاص. امتى هنا؟ طبق من خد رجع اسم مصر القديمه في البوكس اتكلبشها في ايدك وفتحها عينيك كويس لحسن تهرب تاني. حاضر يا فندم. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ الناس دول طيبين قوي، منين ما خلص الشوكولاته اللي في الثلاجه اللي جوه دي وملالي تاني؟ والله طيبين. رفع سماعتي التليفون ليه؟ بكلمك من بدري. انا عارفه يا اخويا في راجل بارد عمال يتصل وعمال يرطم بكلام انا مش فاهماه. زعقت له واتخانقت معاه، قلت له لو اتصلت هنا تاني هعمل فيك واسوي فيك، مفيش فايده بردك، بردك بيتصل، قمت بقى شلت السماعه، اعمل ايه يعني؟ بردك بيتصل. عندي اخبار حلوه. ايه قولوا النبي هنرجع مصر؟ لا، عماد عرف عنوان الاوتيل اللي ابراهيم قعد فيه وصوره وبعت لي صورته. فين؟ ايه ايه بنحب. خلاص عماد مخلي واحد يراقبه 24 ساعه، واول ما يشوفه مع نجوان او مع مروان هيبلغني على طول. والنبي انت من غير عماد ده كان زمانك لايس في شبر ميه. طبعا. الو؟ يس يس نو بروبلم ثانك يو. الراجل بقى اللي كان بيرطم في التليفون كان بيسالك عايزه تنضفي اوضتك امتى؟ اما الراجل بلت وقديم ما الذوق صحيح، وهو مش عرفه يعني بتنظيفي؟ هو كان يعرف انا بنضف ولا لا؟ كوري انت مفيش اي فايده فيكي وشكلك هتودينا كلنا في داهيه. كفايه شوكولاته وننزل نتمشى شويه. انت كمان باصص لي في الشوكولاته اللي حاطينها لي في الثلاجه. طب يلا اخويا ننزل، عايزه اتمشى. انت ازاي تبعت لي رساله يا ابراهيم على الموبايل بتاعي؟ افرض بقى مروان شافها كان زمانه قتلني. طب مش من الاصول برضه ان انت كنت تبعتي لي تقولي لي انت رحتوا فين وعزلتوا فين؟ اقول لك ازاي بس اذا كان هو معزل بسببك انت اصلا. بسبب انا؟ بيعزل بسبب ليه؟ ايوه يا ابراهيم،
ما هو لما بعتك عشان تقتل جاسم خايف، قالك ممكن ما يعرفش يقتله، او ممكن مثلا رجالته يخطفوك وتقول لهم على المكان بتاعه. وبعدين خلي بالك هو كان عايزك بس عشان تخلص الموضوع ده. انسى بقى قصص ان هو هيشغلك وكل الكلام ده، مفيش يا ابن الكلب ده، طلع واطي بقى بجد. امال انت فاكر ايه؟ بص يا ابني، لو انت متخيل ان مروان عبيط او ممكن تلعب معاه بالساهل، يبقى معلش بقى سوري، انت بقى اللي عبيط. وانا بصراحه بقول انه سيبنا من كل القصص دي ونرجع مصر بقى وخلاص. مصر مين اللي هرجعها؟ انا لو رجعت مصر يا هتقتل يا هتحبس. انا قتيل هنا ياما. طب ما تقولي ايه خطتك عشان اعرف انا هساعدك في ايه بالظبط، ولا انت هتوديني بقى في داهيه بقى وخلاص؟ انا اقدر اوديك في داهيه؟ ده انا عندي حته خطه هتطلع من نافوخ امه. عشان خاطري يا سوكا بلاش كل يوم تنطلي في المستشفى. يا ابله، المره اللي فاتت كنت عايزك في موضوع وزعلتك، وانا بصراحه النهارده جايه اطيب بخاطرك واقول لك انا اسف. طب انا اصلا كنت عايزاك في حوار. ايه الحوار؟ انا تحت امرك، اموريني. الحاجه انتصار شفتها بتشحت في الشارع، ورحت عشان اطل عليها لقيت جوزها نازل فيها طحن، وهي يا عيني عيانه ولا حمل ده ولا ده. على فكره بقى جوزها ده زباله الزباله، بس بعد ما شاب ودوه كتاب هنطلقهم من بعض يعني. معرفش بقى يا سوكا، بس اكيد الموضوع ده لازم حل يعني، مش معقول نسيبها كده. لا لازم نحل الاول، نحل موضوعنا. احنا عايزين الزيتونه تخش جوه السندوتش، وانا تحت امرك بقى احل لك موضوع انتصار، ليلى، دعاء، اللي انت عايزاه. موضوعنا ملهوش حل، انا اصلا فواز ما بيكلمنيش من ساعتها. خلاص يا ابله، ابطل غنى، هبطل غنى قبل افتح مشروع بتاع عصير ولا بتاع كبده. يا لهوي، لا يا سوك انا ما يرضنيش. وبعدين افرض سبت موضوع المغنى ده واتجوزتني، تيجي بعد كده تقول انا ضيعت مستقبلي عشان خاطر هاجر وتكرهني ساعتها؟ انا اكره الدنيا كلها الا قبل هاجر. انا بحبك، عارفه اني بحبك. طب اسمع، انا هقول لك على حاجه، ما تسيب موضوع الكباريه ده، اعمل شرايط، غني في افراح، وافتح جنبهم مشروع كده، تبقى مسكت العصايه من النص، وانا ساعتها اقعد مع فواز اخويا واقول له لو ما اتجوزت السوكه مش هتجوز تاني. تعرفي يا كوري، دي مش اول مره اجي لمنال. كل مره ببيها بحس استكشفها اكتر من المره اللي قبليها. ايوه المره دي مؤاخذه معلش، ولا ليا نفس اعمل فيها اي حاجه. ليه كفله الشهر؟ تعرفي انا نفسي استكشف مين بجد؟ العلم عند الله. نفسي استكشفك انت يا كوريا. انا؟ ايوه انت. ليه تستكشف فيها ايه بعون الله كده؟ انت طلعتي بنت حلوه قوي يا كوريا، بس للاسف الظروف اللي انت نشأتي فيها مخلياكي مختلفه خالص عن البنات اللي في سنك. خلي بالك كده. الله يكرمك، ده انا الحلوه ولا بتاع ده، حتى الحلوه بيجزع. بقول لك ايه، سيبك اخويا من الكلام اللي بيودي ولا بيجيب ده، وخلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. احنا اما نوقع اللي اسمه مروان ده، هتسيب الولايه اللي اسمها ليلى اللي حبستني دي كده وتروح وخلاص؟ يا كوريا، اللي حبسك مروان يعني انت عايزه تنتقمي من مروان؟ ليلى دي ملاش لازمه، دي مجرد قلبة نفس. دي واحده بس ردها كده. ماشي. ايوه عماد. ايه ده ايه ده ايه السرعه دي؟ برافو عليك يا عماد. طب اسمع عماد، انا عايز اعرف عنوان نجوان دلوقتي. خلي اللي بيراقب ابراهيم يمشي ورا نجوان ويعرف عنوانها، وكلمني في التليفون على طول وقول لي بليز. طب يا عماد يلا سلام. كان عندك حق لما قلت لي لو عايز تعرف نجوان فين خليك ورا كبداكي. انت عارفه الاستاذ قاعد مع مين دلوقتي؟ مين؟ مع نجوان. ابراهيم قاعد مع نجوان يا كوريا. قاعد مع نجوان المعفن؟ انت طب انت رايح فين؟ استنى خدني معاك. مش انت واحنا في مصر قلت لي ان مروان ده التوت فروت، وانه نصب على اليونان كلها جاسم وبتاع الاجانس واسمه ايه ده بتاع المجوهرات. ايوه يا ابراهيم. انا بقى هوقعه في شر اعماله، هخش له تحت بطه وبدراعه اليمين واسلمه للناس دي تسليم مفتاح، ياخدوا اللي هم عاوزينه وباقي الليله بقى بتاعنا. طب وانت هتطلع منه الفلوس دي كلها ازاي؟ الناس دي قادره يا نجوان، ومدام جاسم عرف يطلع منه 5 مليون يبقى هيطلع 50. ولعلمك بقى، جاسم قال لي طالما ان هو عرف ان مروان بعتني عشان اقتله، يبقى مروان حكم على نفسه بالاعدام، وهو مستني مني اشاره واحده عشان يخلص عليه. بس انا قلت له بشرط، قبل ما تخلص عليه فلوس مروان كلها تتحول لحسابي. حسابك انت؟ انا قصدي حسابنا احنا الاثنين، وانا هبيعك يا نوجا. انت اهم حاجه بس تبقى تديني عنوان الشقه بتاعتكم. بص بقى يا ابراهيم، انا مش هديك العنوان لغايه ما اتاكد ان مروان مش شاكك في حاجه، احسن هنروح في داهيه كده. هي بقت كده يا نوجا؟ اه يا ابراهيم، ويا ريت ما تتصلش بيا تاني ولا تبعت لي اي اس ام اس لغايه ما انا اكلمك. خلاص يلا سلام، عشان انا لازم امشي دلوقتي. مع السلامه يا اختي. وبعدين يا هيمو،
هايدي جت اهي. وصلت. بابي. حبيبتي ما تخافيش حبيبتي، ما تقلقيش، فترة بسيطة وهتعدي. معلش يا هايدي، أنا مش مصدقة والله. إن شاء الله عدوينك إن شاء الله، والله حرقة قلبي عليك كيف حرقة قلبي على كوريا بنت أختي لما كانت في السجن. معلش يا بنتي، ياما في السجن مظاليين. إحنا بعد البراءة نرفع قضية على وزارة الداخلية ونطالب بالتعويض ورد الشرف. قصدكم؟ راحة. راح فين؟ أنتوا امشوا، ما تبهدلوش نفسكم معايا. أنا كلمت نادر وقال لي على الكلام اللي هيقوله في اللي هتقوليه في النيابة هاجي معاك يوميها وأقولهولك. بابي أرجوك ما تسيبنيش. مفيش يا حبيبتي، يعني سيبك تروح فين؟ استنى بس. علاء بيه، عايز اقول لحضرتك حاجه، هايدي بريئه والله العظيم بريئه، لو سمحت ساعتك تخلي بالك منها وبرائتها هتبان قريب ان شاء الله. ما تقلقش، انا حبيتها عندي في المكتب لغايه ما تتعرض على النيابه الصبح، مش هخليها تدخل الحجز. ما تقلقوش، علاء بيه هيخلي الموضوع سهل جدا عليا، مش كده ولا ايه؟ تعال ورايا. شد وزوز ان شاء الله. ايش حبيبتي؟ صايدي قلبي معاكي. اقول لك ايه يا واد تعوض، هو الراجل اللي قاعد هناك ده هو سلومه ولا انا عينيا مدغشه ومش شايفه؟ ده انت نظرك 6/6 ويدخلك الكليه بتاعت امناء الشرطه مرتاحه، هو بعينه بغباوته بشكله العكري. ايه اللي جايبه عندنا هنا يا واد؟ زبون. الواد كبداكي قلبه في 105,000 بوليو، فقاعد بقى عشان ينسى. يا خرابي عليك يا كبداكي يا نصاب، يقلب الراجل في 105,000 بلبل ويبعت لنا احنا 10,000 بلبل بس. ما اصل الحدايه ما بتحدفش بلابل، اما اروح اشوف ايه حكايته الراجل ده هو. عليا تعوم بالثلاثه، الام سوكا مدرسه ومدرسه خاصه كمان من ام مسارين. مدرسه امناء الشرطه. بحبك يا ام سوكا. انا بحبك يا واد يا تعوم. السلام عليكم سلومة. عايزة ايه يا موسوكا؟ مالك مالك يا سلومة، مالك يا اخويا متدهول على روحك كده وقاعد متبهدل وهدومك متهرولة ومتطينة عامل زي اولاد الشوارع اللي بيطلعوا لنا في التلفزيون، مالك يا اخويا؟ كنت عايش سلطان زماني، كان معايا كل حاجة، فجأة غمضت عيني وفتحتها لقيتني خسرت كل حاجة، الجلد والصقر كل شيء راح، الأوائل راحت وهبتي راحت وفلوسي راحت. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما هو أنت أصلك الراجل دون وواطي وخسيس وما عندكش دم وتاكل مال النبي، تاكل مال الشيخ والله اللي في الجامع، عشان كده ربنا لازم يعمل فيك كده هو تعادي يعني. والله أنا راجل طيب وغلبان، أنا غلبان يا أم سوكا، لو شفتي جبروت المعلمين الكبار اللي في البلد تقولي علي يا ولي. أقول عليك ولي؟ طيب يا أخويا بقول لك إيه، قوم روح استحمى، خد لك حمام كده هو تنظف نفسك والبس هدمه نظيفه وما تنكتش على مخاليق ربنا. منك لله يا شيخ نكدت عليا، جبت لي اكتئاب ولا ناقصه اكتئابات يا اخويا؟ يا نجم مصر، ينفع يعني الغيبه دي كلها يا سوكا؟ انما انت ايه يا نجمه مصر ما شاء الله عليكي، قلتيها كلمه وما تنتهاش. على الطلاق انتوا اجدع دويت شفته في حياتي، وانت يا سوكا انت كنت النهارده ايه ما شاء الله عليك ملعلع كده اهو. على فكره الطير المذبوح بيغني احسن من الطير اللي طاير. وانت يا نجمه مصر قلت ايه في الطلب العاطفي اللي انا طلبته منك؟ الله، لسه يا اخويا بفكر. نوال نوال ابو سيدي كنوال، ارجعي معايا البيت يا نوال، ارجعي معايا، انا غلطان، انا ندمان، انا ندمان يا ناس، انا ندمان يا نوال. ارجع معاك فين يا راجل يا مهدي؟
مخبول انت؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ما انا كنت معاك واستخسرت فيا عشان ترمي للغريبه. هو انتوا كده صنف دون بتتعاموا في عينيكوا لحد ما يروح منكوا. سامحيني انا ولد، انا غلطان، انا غلطان يا ناس. بس الراجل ده عمل ايه؟ عمل ايه الجزار المتقاعد ده؟ ضايقك؟ ايوه يلا شيله، ارمي الزباله دي من هنا. يلا انا عايز دواس يا عم. يلا بقى انت على طول دواس مراتي على طول قال اللي بيتنا. يلا لا يا راجل يلا الحقوني يا متقاعد. جاتك 60 نصيبه، فكرتني بايامك السودا. مروان مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ مفيش. الواد اللي بعته يقتل الشيخ جاسم لغايه دلوقتي ما ردش عليا ومش عارف اوصله. يوب يلا على معلم. حاولي تاكلي حاجة وتنامي شوية، لأن بكرة هيبقى يوم تقيل عليك، نيابة وتحقيقات وقرف. فارق معاك أوي يومي هيبقى عامل إزاي؟ أكيد طبعا. أنا آسف يا هايدي. على إيه؟ على الوضع اللي انت فيه دلوقتي، بس صدقيني انا مش مسؤول عن الوضع ده ولا حتى انت. احنا الاثنين كنا مضطرين لكده. انت معذور يا علاء، لانك ما حبيتنيش كفايه عشان تصدق اني مظلوم وتقف جنبي لحد ما اثبت براءتي. كل اللي كان همك انك تطبق عليا القانون. يا هايدي انا حسبت الموضوع من كل الزوايا وخسرت صاحبي ترقيه عشان ما يقبضش عليكي وانت هربانه ويسيبك تسلمي نفسك. دلوقتي الوضع سهل، انك ممكن تخرجي بكفاله. كل الموضوع ان احنا هنستنى اجراءات النيابه. صدقني ما بقتش تفرق لما كل الناس اللي بثق فيهم بيخونوني، يبقى خلاص بره زي جوه. يا هايدي ما تحملنيش فوق طاقتي، انا واثق في براءتك مليون المية، بس واثق برضو ان البراءه دي مش هنقدر نثبتها غير عن طريق واحد بس، هو ده الطريق اللي انا ماشي فيه دلوقتي. مروان هتعمل ايه؟ ها؟ في ايه؟ في حكاية السفر. سفر ايه؟ ايه يا حبيبي؟ مش انت قلت ان احنا عاوزين نسافر بره اليونان؟ اه بس لا انا قلت اجله شوية. طيب ماشي. مال؟ لا مفيش ولا حاجة. مفيش ايه؟ وانا مش عارفك، في ايه؟ أصلي بصراحة كنت عاوزة أقولك على حاجة بس خايفة منك. لا ما تخافيش وقول. خلاص يا حبيبي ملهاش لازمة دلوقتي، خلاص. الله أنت اتجننتي ولا إيه؟ بقولك في إيه؟ خلاصي يا حبيبي خلاص، ساعة ما أحس نفسي إن أنا مش خايفة منك هقولك. خلاص يا بيبي. بيبي ولا بعبع؟ خلاص براحتك. نخش أريح. ما هو قولك فيما ورد بتحريات المباحث من استيلائك بالمشاركة مع زوجك المدعو مروان أبو عرب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي من المال العام؟ أنا ما استولتش على حاجة، ولو تبعت وخدت سير الفلوس بعد ما مضينا ورق البنك هتلاقوا أن طليقي مروان أبو عرب اشترى سندات وصكوك باسمه بقيمة المبلغ ده، وقدر عن طريق السندات دي يهرب كل الفلوس بره البلد. المحامي بتاعي نادر عالم الدين قدم ورق بالكلام ده. يعني أنا زي البنك وقعت ضحية عملية نصب من مروان أبو عرب. لكن حضرتك موقع على أوراق البنك مع المدعو مروان أبو عرب بالمسؤولية المشتركة عن رد قيمة الضمان، وده طبعا بغض النظر عن طريقة التصرف في الأموال. ما أنا قلت لك إن أنا كنت ضحية عملية نصب،
من مروان أبو عرب. ما قولك في اتهام المباحث لك بالهرب وعدم الامتثال للعدالة وفقاً لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقك من النيابة؟ حضرتك، أنا عديت بظروف نفسية صعبة بسبب الطلاق وبسبب عملية النصب اللي أنا تعرضت لها، فما كنتش قادرة أتابع الإجراءات القانونية، ولما تابعت وعرفت أن لازم أسلم نفسي جيت وسلمت نفسي بكامل إرادتي. هل ترغبين في انتداب محامي للدفاع عنك في القضية؟ أنا قلت لحضرتك أنا عندي محامي دكتور نادر عالم الدين، بس هو دلوقتي في مهمة برا مصر وهيرجع قريب إن شاء الله، وأول ما يرجع هيتابع القضية. وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه، وتحبس المتهمة احتياطياً لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، ويراعى التجديد في حين. توقيعك بعد إذنك يا منى. إيه اللي أنت عاملاه في نفسك ده؟ متنكرة عشان لو شافني معاك ما يعرفناش. يا حلاوة، واللي يتنكر يتنكر بالشكل ده؟ يو اللي عرفت أعمله بقى، أنتوا هتتأمروا كمان. بقول لك إيه؟ أنا ركب امبارح كانت بتخبط في بعضيها فايبريشن كده وهو داخل عليا. فايب إيه؟ فايبريشن. بالنون فايبريشن. يا أخويا إحنا في إيه ولا في إيه؟ وبعدين مدينة هو لبسته وحطيت الأحمر والأخضر والفوشيا والبرتقاني ولا بص له عبرني حد. ما هو مش من اولها يا كوريا، ما انتيش جوليا روبرتس يعني. مين؟ مريم فخر الدين. صب هو لو كان دخل علينا امبارح وانا متسحوله كده ما كان زماني وقعت بالكلام وكان وقعتنا هتبقى طيب. ممكن تهدي وتطمني خالص؟ امبارح كان في واحد قاعد على الترابيزه اللي جنبكم تبع عماد، يوناني بيتكلم مصري زي كده بالظبط، وبيشتغل في سفاره مصر في اتينا، وكان قاعد رامي ودن على الترابيزه بتاعتكم وسامع كل حاجه، ولو كنتي عملتي اي دروب او حصل اي مشكله كان هيتدخل باي شكل ويغطي عليكي، بس احنا ما رضيناش نقولك عشان ما تقعديش تبصي له وتفضحينا. والنبي ولا خدت بالي انا كنت في ولا في ايه. عموما دلوقتي مروان بلع اول طعم، انا عرفت انه سال واحد من الكرسونات عليك انت وعماد هناك، وقال له انك معاكي فلوس كتير قوي، ورسمه الدخول اللي رسمها لك عماد على مدير المطعم، والمعلومات اللي سربها للكرسونات بانك مليارديره جاب نتيجه كويسه قوي. عشان تعرفوا بس ان مش الست جول لوحدها اللي حت، احنا برضو لو حبينا نبقى قزاز بنبقى، بس هي النفس. ده مش مهم دلوقتي يا كوريا، المهم ان العين هتبقى عليكي، ولو حد شافنا مع بعض كل اللي احنا بنعمله هيبوظ، فانا لازم اسيبك لوحدك. يا لهوي انت هتبيعني يا دكتور؟ ابيعك ايه؟ هو انت سلعه؟ مش هينفع نقعد مع بعض في نفس المكان. انا حجزتلك في انضف وافخم اوتيل في اليونان، حجزتلك لوحدك، لان طبعا مستواك المادي ما ينفعش ان انت تبقى قاعده في نفس المكان اللي احنا فيه ده، والواد اللي اسمه مروان ده سو وهيفضل يدور ويدعبس عليكي لحد ما يلاقيكي، ولو عرف ان انا نازل معاكي الاوتيل يبقى شكرا من كل اللي احنا بنعمله. نهار اسود، يعني انت هتسيبني اقعد في لوكاندا لوحدي يا دكتور؟ انت مش هتبقي لوحدك في اي حته خالص، انا هبقى متابعك طول الوقت، وبعدين لسه في حاجات كتير قوي وتعليمات لازم اقول لك عليها، بس كل حاجه في وقتها يا كوريا. ماشي. ايوه يعني احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ طيب كريمه حسن محمد فندم، ايمان ابو ضيف فندم، عواطف علي فندم، زينب محمد فندم، اسالات محمد. اسمك كريمه ايه؟ مش كريمه، انا اسمي هايدي. انا بقى محصوبتك الونش، جايه في ايه يا هايدي؟ انا جايه في العربيه الزرقاء الكبيره دي اللي جابتنا كلنا. نعم يا روح امك، ما انا عارفه ان انت جايه في العربيه دي. تومتك ايه؟ هببتي ايه؟ شبت مستجده ولا ايه؟ لا والله انا مش مستجده، انا ما عملتش حاجه، انا مظلومه. ما كلنا مظاليم يا اختي. فكرت انت وهي افندم. اظن انا بقى كده كفاءه و100 100 اخر 14 حاجه يا قمر. جبتك هنا في الحته النظيفه دي عشان ما اطلعلكيش في الشقه وتقفشي عليا تاني زي المره اللي فاتت. ابن اصولي يا عزوز، بس ايه العباره؟ يعني مخرجني ومقعدني في حته غاليه؟ ما اللي احنا هنقوله هنا كنا قلناه بالليل في الكباريه. لا بقى يا عنايه، انا مش نافعني كلام التخاطيف اللي عمال يمط زي الاستك رايح جاي ده. انا جبتك هنا حبه قلبي عشان اقطع مسيح. انا مش مستريحه لك يا عزوز، عايز ايه؟ زي ما قلت لك قبل كده يا حبيبتي، انا رايدك على سنه الله ورسوله، وانا رحلت لمره ولا حي، يعني انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس. وانا بقى الجواز النمره كام؟ بالصلاه على النبي. الله، هو بالنمره نجمه مصر؟ ولو بالنمره انا هريحك، انت النمره الاخرانيه اللي مفيش بعديها. وقلت الكلام بقى الحلو ده لكم واحدة قبلي يا زيزو. الله الله الله، زيزو
يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي، طالما قلت زيزو خلاص ده بقى اسم الدلع، والدلع ده علامة الرضا زيه زي السكوت بالظبط. وانت بقى يا حبيبتي لا في لا قبلك ولا بعدك، انا جاهز اكتب عليكي وقتي لو حبيتي. يعني جاهز جاهز وقتي؟ يبقى قبل كتب الكتاب انا ليا طلبين من عندي ومن عندي، طلب من دي وطلب من دي. الزفت اللي اسمه سوكا ده قلب عليا، وانا ناني اللي ما يتقلبش عليها. خلاص يبقى هو كده قفل عداده معانا، الليله اخر نمره ليه في المحل. لا 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 مش للدرجات دي، انا برضو ما احبش قطع العيش. ده غير ان هو اللي بيسخن الصاله والزباين، انا عايزاك بس تقرصها له بس كده. عيني ده تأمر يا قمر، ده انا هخرمها له وعلق له فيها حلق كمان. غمض العين دي واديني التانيه اهو. الطلب التاني انا عايزك تأمن لي مستقبلي وتكتب لي نص الكباريه. نص ايه؟ مالك وشك قلب كده زي اللي عدوا كلب في الزحمه؟ ايه نص الكباريه؟ هو انا مش هشاركك في عيشتك يبقى كله شرك؟ واكتب لك ليه يا ناني؟ الله يا بنت الحلال لما هنتجوز هيبقى كله ملكك وبتاعك، ده انا نفسي بشحمي ولحمي هبقى بتاعك. ننصص ليه يا ناني؟ اللي اوله شرط اخره كشاف عينيا، وده شرطي. وقت ما تبقى جاهز وتقول امين اقول لك زوجتك نفسي. سلام يا زيزو. وانت يا امير الانجليزي بتاعك كويس ولا تعليم مجاني زينا كده؟ لا الانجليزي بتاعي انا باهي برشه. ايه؟ باهي برشه. انا هتبقى مشكلتي معاك في العرب على فكره. بقول لك ايه يا امير، المشوار اللي احنا رايحينه ده كله قلق، فعايزين شغل نضيف، حاجات انيسه يا بيت دي. ها انا الشيخ جاسم شكر لي فيك فما تصغرهوش. اوكي مشيت معاك. ايه مشيت معاك. نهار اسود ومنيل. تعالى يا امير. يا رب يا ساتر. سلام عليكم. انت هتفضل بصيت لي كده ولا ايه؟ ما تشوف لنا مستر اندرو فين؟ وريز مستر اندرو. لا يا شيخ ما فهمتش انا. تعالى. صباح الفل. قول له صباح الفل. جود ايفنينج مستر اندرو. جود ايفنينج سير. قول له ابراهيم كبداكي، يعني زي كنتاكي كده عندهم. شاب مصري جدع. هيز نيم ابراهيم كبداكي، سيم لايك مستر كنتاكي. ايجيبشن جود مان. هاو كان اي هيلب يو؟ شنو تحب منه؟ تصدق انا فاهم الانجليزي بتاعه اكتر من التركي بتاعك ده. بقول لك ايه؟ قول له ان هو اللي عاوزنا وانه كمان هيطلع بمصلحه عسل. وي كام تو هيلب يو اند وي هاف سمثينج فور يو. فور مي؟ خلاص فهمتها فهمتها. قول له كمان مش انت مروان ابو عرب لما اخذ علم عليك في الماظة وطلع منك مليون ونص يورو؟ مروان ابو عرب cheated you and took from you 1.5 million يورو. That's correct. How did you know? قول له ان كبداك يعرف الكفت لما اخذ. الكفتة؟ يا امير الكفت يا امير في ايه؟ قول له ان كبداك يعرف الكفت وانه راجل وجدع ومية مية. He knows everything. خلاص كده؟ نعم. قول له كمان ان انا هرجع له فلوسه كلها. You will return all your money. How? فهمت. بس قول له ان انا مش هرجع له فلوسه لله وللوطن، واكد على لله وللوطن دي. It's not free. انت بتخنصر في الترجمه ولا ايه؟ ها؟ في ايه؟ هي كده الجمله؟ نعم. I can pay him percentage. يعطيك نسبه. لا قول له ان انا مش عاوز فلوس. He doesn't want money. وانه هياخد كل فلوسه متأستكين. متأستكين؟ ابعت اجيب مترجم بيني وبينك يترجم لنا ولا اعمل ايه في الليله السوداء دي؟ ترجم. We will return all your money. So what he want for that? شنو تحب منه؟ قول له مقابل خدمه هبقول له عليها بعدين. He need a service from you. ومش هقول له عليها دلوقتي، بعدين. He will tell you about it later. No problem, but the service must be legal. تكون قانونيه. لا قانونيه، لا بص بقى في دي وانت بتترجم له. ها برق له برق له كده وقول له ان كبداكي مالوش في الشمال وانه راجل زي البرلانت. برلانت؟ يلا يا امير يلا يلا. الو سندس بتسلم عليك كتير، بتقول لي جمالات وحشاني، عاوزاك تعملي بيض لسعد. حبيبتي يا سندس وحشتني قوي. هايدي ان شاء الله كلها كم يوم وهتبقي معانا. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. علاء هو اللي سهل لنا امر الزياره دي، هو اللي عمل الاجراءات وقام بكل حاجه. هي صح ساعدنا كتير. بعدين يا راجل ما تحسش انه ظابط خالص، تحس انه دكتور ودكتور سنان كمان. نادر اتصل بيا وقال لي ان عنده محامي اسمه هاني هيبعتهولك يحضر القضيه ويحضر التحقيقات وهيفضل كده بالتليفون ويبلغه لحد ما يجي. انا خلاص يا بابي مش قادره اصدق حد، انا تعبت من البهدله دي وعايز اخرج باي شكل. عايز اقول لك حاجه، كوريا كلمتني بالتليفون وقالت اخالي الغربه قرصاني
بس انا مستحمله كل ده عشان خاطر هيدا هانم. ربنا يجعل الحل على يدها ان شاء الله. وحشتني المجنونه، بتحبك كتير. وانا كمان بحبها. يا رب بقى كده ترجع بالسلامه ونخلص من القرف ده. ايه بقى اللي انت كنت عايزه تقوليه وخايفه تقوله لي؟ خلاص بقى يا مروان سيبني، طب ما انا اقول لك لوحدي. ماشي. انا مش فاهم ازاي سمعت كلامك وما جبتش البودي جاردات. اديكي شايله الحاجه وسنداني لغايه العربيه. بصراحه كده انا مش طايقاه وخايفه منهم، وبعدين ايه لازمه البودي جاردات؟ ما احنا ماشيين اهو في الشارع وزي الفل، مفيش اي حاجه. يعني ايه مفيش حاجه يا نجوان؟ احنا وضعنا دلوقتي مش زي الاول، احنا عندنا فلوس كتير والعين علينا، وبعدين البودي جاردات دول ايمج، وانا داخل على مشروع كبير لازم يبقى موجود الايمج ده. مشروع ايه؟ يعني معقول يا باشا تشيلوا بنفسكوا وكبدكي في اليونان؟ لا ده كده ما ينفعش حبيبي يا باشا. يخرب بيتك يا كبداك، انت عرفت منين يا ده ان احنا هنا؟ انا بحس بيك يا باشا، اول ما بحس ان انت عاوز كبداكي قلبي بيدق كده واظهر لك من اي حته. ماشي يا كبداك. حبيبي يا باشا. انا رحت للراجل اللي انت بعتني ليه، لقيته طالع على المطار ومسافر. شوف بقى لو عايز اسافر وراه او تديني اختبار تاني اللي انت عاوزه، بس انا شغال معاك يعني شغال. هتشتغل ايه بقى؟ اي حاجه يا باشا، شوف اللي انت عاوزه، انا بعرف اطبخ، بعرف اسوق. طيب. يعني طيب، اللي طيب، انت عاوزه. طيب خلاص هتشتغل معايا بجد يا باشا. والنعمه. حبيبي حبيبي يا باشا. بس يا بس هتشغلني ايه؟ هقول لك شغلك معايا سواق بجد. يا باشا انا عايزك تطمن، انت طول ما انت معاك كبداكي انا عايزك تطمن على الاخر. لا مطمن حبيبي يا باشا. يلا بينا. اوعى وسع يا نادر، انت عارف انا قد ايه بحترمك وبقدرك، بس انا بقى يا اخي في حاجه محيراني جدا. ازاي انت متخيل ان واحده زي كوريا دي تعرف تضحك على واحد زي مروان؟ اسمع يا عماد، انا عارف ان كوريا فيها مليون عيب، لكن فيها ميزه مهمه جدا بالنسبه لي، ان لو دخل حسابها 50 مليون دولار مش هتفكر لحظه واحده انها تسرق مليون منهم. يا حبيبي ما هم عمرهم ما يخشوا حسابها بطريقتها واسلوبها دول. عماد، كوريا بالنسبه لي جزء مهم من الخطه، بس مش هي كل حاجه. اسمع، خليك انت بس معاهم وانا هفضل معاكم من بعيد لبعيد، ونحاول يا عماد نفضل مسيطرين على الموقف. يس ايجيبشن مروان. يا اخوانا ده تعبان، مش هنعرف ناخد حاجه منه. تعبان بس عنده نقطه ضعف، الستات والفلوس. لو الاثنين اندمجوا في بعض في واحده ست حلوه قوي وغنيه جدا ممكن ترقعه، بس اهم حاجه نعرف عنوانه في اليونان. انا شخصيا معيش فلوس، والراجل ابو نجوان ده زباله وبيتكلم بالملايين. ايوه بس الكلام ده كان الاول. نجوان دلوقتي في مصر بعد مروان ما نصب عليها، لو قدرتوا تروحوا لها وتقنعوها انكم لو لقيتوا مروان هتنتقموا منه ممكن جدا تساعدكم. طيب عند اذنكم بقى. على فين يا بابي؟ أنا ونادر هنروح الشركة نشوف الموظفين والمحامي اللي جايبينه إنه رافع قضية ضدنا ده، نخلص الحكاية دي وبعدين نرجع نشوف موضوع مروان. حد مستني حد؟ استنى أنا نشوف مين على الباب. أيوه هوبا. إيه اللي جابكم؟ السلام عليكم. أنا جيت. خش يا موسيقى برجلك اليمين، ايه رايك؟ خش خش وامبارحي وامبارحي. يلا دق المزاهر يلا يا اهل البيت، تعالوا جمعوا وفا والله صدق اللي قالوا عن الحسود. يما في ايه يما؟ ايه رايك بقى؟ قصر ولا الف ليله وليله. انت يما طيبه وربنا بيكرمنا عشان خاطرك يما. ايه رايك بقى في العفش اللي زي العسل دوت؟ بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر. عارفه دي يما؟ ايه دي؟ دي فوتيه سفره. اقول لك حاجه، الطبليه اللي عندنا بس دي الثانيه، الطبليه بتاعتنا على الارض ودي عاليه شويه. على العالي شويه؟ اه يا ولا يعني يا حونتي انا قلبي هيقف يا ولا، والله يا قلبي هيقف هيقف من الخضه يا ولا على حيله. يا خرابي بسم الله ما شاء الله الله اكبر. كلنا ليه يا ولا؟ كلنا ليه يا ولا؟ منا بينا كلنا ليه يا ولا؟ يعني ايه ده ولا؟ ده فوتين. فوتين يعني كنبه بالافرنجي. ده بيتقعد عليه؟ ايوه. اما اقعدي يما، كل العفش ده بتاعك، اقعدي يا حبيبه قلبي. اقعد؟ ايوه اقعدي كده يما. خش خش
خش. لا يا اخويا اقعد. ايه هدومي وسخه هتوسخوا يا ولد. يا اما بقول لك ايه، ايه اللي بتقولي ده يا اما؟ اما بقول لك ايه يا اما، انا رايح المحل، هتيجي معايا؟ لا محل ايه وزفت ايه، انا هقعد هنا اهوت عشان اتفرج على القصر دهوت براحه راحتي كده اهوت. خلي بالك من نفسك يا اما. ماشي يا حبيبي الف سلام. هو تلعبي في حاجه؟ لا ما تخافش، هتيجي تلاقيني بحطة ايدك حبيب قلبي. ربنا يكرمك دنيا وآخرة يا حبيبي، فرحت قلبي والله يا واد يسوع. ظبط البيت واخليها دريم بارك عشان انت تيجي تقف في سكتنا يا هيما. في ايه يا طعوم؟ لوك 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 كتير في موضوع نوال ده ليه؟ الحته بتاعتي يا عم، الحته بتاعتي وعايز ارجع لها. في ايه؟ وانا استاذنتك ومع ذلك سيبك من لوك لوك فعلا، انا هسيبها لك عشان سبب واحد. نوال لنا ولا انت هنقول منها حاجه؟ عزوز هياكل التورته كلها يا شيخ. ايه ده؟ مين ده؟ مين؟ انا كبداكي. كبداكي يا طعوم بجد؟ وبص شوف كبداكي هيعمل ايه. فرجنا يا سيدي. يلا يلا بدعي لك. وحشتيني يا سندوستي يا روح قلبي. كلي بالهنا والشفا. انت كمان كنت وحشاني قوي قوي، وسبتيني مع البت دي كانت مجوعاني. يو انا يا حبيبتي هجيب لك كل اللي انت عايزاه. ها انت كمان وحشتيني الصراحه. انت كمان بجد؟ بس لازم يعني تقعدي في اخر الدنيا تمرمطي امي معاكي؟ انت ما جيش من وراكي راحه ابدا، انت ما فيش فايده فيكي. بس كيف يا كوريا انت عرفتي الالوان؟ اتنين جو اللي بعتتهولي عشان تشوف اختك اللي مغلباني. مش هتقدر تحط لقمه في بقها، كانت هتموت مني. قلت اجيبها لها يمكن تلحق تاكلها، واخدها واجري بسرعه قبل ما المحروقه ترجع صاحبه المكان ده. بقول لك يا اخي، فاكر الراجل اللي كان مراقبني في الحرق؟ ايوه. فضل راقبني، اروح منه شمال يجي ورايا، اروح منه يمين يجي ورايا. بس ياك يا كوريا يكون ماشي وراك لحد هناك. عيب عليك يا اخي، امشي ورا مين؟ انا اخر ما زهقت منه صوت، لميت عليه امه لا اله الا الله، سبتهم بيضربوا فيه ونطيت في تاكسي وجيت. برافو عليك يا كوريا. عيب يا خال، يعني احنا حلو الاكل دلوقتي؟ ها انا قلت برضك ما حدش هيعرف ياكلها غير. يو شوف الوليه، شوف قلبت عليا في ثانيه ازاي. بقول لك يا اختي، فين الكبانيه؟ محصوره. ايه محصوره؟ فين الكبانيه؟ التويلت.
بصي امشي على طول على طول على طول، ادخلي اول يمين هتلاقي باب في وشك، ده باب التواليت. ماشي. دينا تعالي. بقولك ايه؟ ايه؟ ايه رايك تشغلي كوريا عندك في البيوتي سنتر؟ ليه؟ ده انا عمال النظافه اللي بيشتغلوا عندي انضف من الكائن ده. حيلك يا ست انتي، ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه عمال نظافه وابصريه؟ كوريا بنت اختي دي اجمل واشجع كفيره ببطن البقره. العمال نظافه صحيات والدك تشوف لها شغله عندي. البت تعبانه ومش لاقيه لقمه تاكل. اسمعيني يا دينا، كوريا فعلا كفيره شاطره، جربيها مش هتندمي. نو واي يا هايدي، ازاي بطريقتها واسلوبها البشعه ده تشتغل عندي انا؟ انتي بتهزري. انتي ما تشيليش هم طريقتها واسلوبها، انا هظبطها. ظبطي ايه؟ اديني ساعة واحدة وانا هبهرك، هتشوفي كوريا تانية خالص. نجمة مصر منورة ملعبك يا فنانة يا كبيرة يا عظيمة. مصالحة بسيطة بس كده عشان القمر يرضى علينا. انا رجعت بس عشان سوكا كلمني وقال لي ان الشغل واقف من غيري، بس والخدمة الشريفة، انا لولا سوكا وغلاوته عندي لا كنت رجعت ولا شفت وشي تاني. الله الله الله، وانا ايه وسوكا ايه؟ ما احنا اخوات يا ناني. الله يخليك يا دارا. بقول لك ايه، اقول لك كلمتين تحطهم في ودنك. ناني ملهاش في الشمال وليو ترن ملهاش الا في جو جو. ماشي يابا ولا مش ماشي؟ ماشي يا عسل، ماشي يا جميل، بس عليا النعمه من نعمه ربي. انا طلعت الشقه عند ناني عشان مصلحتها. بص ما صدقنا ان هي يا اخي كنت جايب لها فرح. يا راجل ما صدقنا ان نصيبه. نونا ايه؟ ايه هو اللي ايه؟ قدامي سكه سفر طويله وهجيب عن مصر كتير. طب اخوي سافر بالسلام. الله يسلمك. مش هنطلع بقى الشقه ونعمل الوداع الاخير؟ ها شقه ايه يا حبيبي وزفت ايه؟ انت فاكرني ايه؟ الفرده اللي استبن ولا الحرمه الملاكي بتاعتك وقت ما يهفك الشوق يا حبيبي؟ فوق يا كبداكي، نوال بتاع الزمان دي ماتت واتدفنت في بطن البقرة يا حبيبي. أنا هنا ستك نوال اللي ما تقدرش ترفع عينك فيها، فهمت؟ في ايه؟ في ايه يا ابراهيم؟ مفيش حاجة. شيلوه من قدامي. شيلوه مين؟ مين ده؟ تعود. لا تعود ايه؟ استنى بس. نفس تعود شيل. عدلاتي يا دارة. لا اتهطلت. أنا حذرتك يا هيما. استنى بس ده اتهطل. اللي عملت لي فيها لورنس انت اتهطلت يا بت ولا ايه؟ اتأخرت مع الست هايدي جوا. طب اقول لك حاجه على كوريا دي، كوريا دي يا ست هانم يدها تتلف في حرير، بتشتغل شغلانه زين. الست بتقوم من تحت يدها حاجه تانيه خالص. يبقوا شبه الرجاله يا اخويا. والله انا هجربها يا عم شكري، بس الاول نشوف هايدي ممكن تطلع ايه من المأساة اللي جوه دي. ها جاهزين؟ غمضوا عينيكم يلا يا كوريا تعال. اخرب بيتك يا جول، اللي همشي بدراعتي مالتي كده اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 لا، ايه ده؟ انا مش مصدقه عملتيها ازاي دي يا هايدي؟ لا ده لو كده تيجي تشتغلي معايا. ماما تخلصينا يا اختي انت وهي، عايزه اخش اغير الهدوم اللي انا لابساها دي، حاسه انها مقمطاني كده مش مرتاح. ها ايه رايك؟ هو اكيد شكلها احسن كتير يا هايدي، بس اسلوبها لا وشغلها ما شفتوش. اسلوبي؟ ماله اسلوبي يا اختي؟ بقول لك ايه؟ فين الكيسه اللي فيها الهدوم بتاعتي؟ انا قلت لك يا جولي من الاول انا ما ينفعش اشتغل عند حد، هتقعد الدنيا تفرد عليا. بقول لك ايه؟ انا خلاص مش هينفعني الكلام ده، انا هخش اغير البطوز اللي انا لابسها ده، انا ماليش في الهبل ده. تعالي 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 يا كوريا. مش هتغيري ولا حاجه. كانت غادي قاعده عندها. دي كوريا بنت اخت شكري، شكلها نضف قوي، البنت دي يجي منها جدا. انا ماليش في الهبل ده اصلا. ده ايه ده ان شاء الله؟ وانا بقول شقتي مكتومه ليه وما فيهاش هوا؟ شقتك؟ شقتك ايه يا ام الشقه؟ الله يرحمه، كان كل شقه في كعب رجله قد شقه تعبان، شبعه بعد جوع صحيح، شفتي؟ اهو ده اللي كنت عامله حساب. مين اخدتي من هنا يلا؟ بس يا بنت انت وهي. عيب عيب، احترم الهدوم اللي انت لابساها دي. بقى كده يا ست هايدي، جايبه لي الناس العره دول.
يرحمه. وبعدين تعالي هنا، شقتك اللي عماله تتعوجي علينا بيها دي يا اختي جايباها من لحمك اللي بتعرينا الرجال. ايه باختي شيء مش كده، احنا في بيتها برضه. خلاص بقى يا نوال، في ايه؟ مش انت قلتي لي استضيفي اللي انت عايزاه؟ قلت لك يا اختي هاتي الناس النظيفه اللي شبهك، مش جايبالي زبالتك. ويا اختي لحم اللي انا بعريه ده ما حلتكيش زيه، ولا ناسيه كبدك خطيبة حبيب القلب اللي كان بيجري ورايا وحيموت عليا؟ لا حلتها وانت الصادقه، ده كان بيشمشم مراك عشان انت رخيصه، ما تيجي تطلعتي وترميتي اهو، كان عبارك ولا جالك؟ يا حبيبتي ما هم الرجاله كده، ليها نسوان نظيفه للجواز ونسوان كسر الفراخ العين. انا كسر يا بنت يلي مش عارفينك بنت من واد؟ يا بنت يا وزع يلا يا بنت اخرجي بره بيت. مالك يا ست انت؟ انت جاي سكرانه ولا ايه؟ على فكره انت كده بتغلطي فيا عشان دول ضيوفي. ضيوفك؟ ضيوف ايه يا اختي؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انا مساوياك يا حبيبتي، ده بدل ما تبوسي رجلي صبح وليل جايبالي سبالتك وجايه. يلا بينا يا كوريا، انا هنزل معاكي. ست نوال معلش، هو في سوء تفاهم. يوه انت ما ينفعش تنزلي يا جماعه، المشاكل تتحل بطريقه اهدى من كده. وبعدين مفيش حاجه اسمها نزول يا هايدي، احنا مش بنهرج. خليك انت يا جولي، انا هنزل انا وربنا يصبرك على الهم ده لحد ما تخلصي مني. هبقى ابعت لك الهدمه دي مع خالي شوقي. استني انا هنزل معاكي، يعني هنزل معاكي. عايزه تنزلي يا حلوه انزلي بشوقك، بس كده بقى يبقى انت اشتريتي عداوتي، وربنا يكفيكي بقى شر عداوه الرقصات. على فكره يا دينا، كانت اكبر غلطه ان احنا جينا هنا وجبنا هايدي معانا، المكان في منتهى الخطوره عليها. ليه بس يا نادر؟ هو اصلا مفيش حل تاني، والبنات مشوا من هنا من اكتر من ساعه ومفيش حد زي ما انت شايف. وبعدين كنت عايز ناخد هايدي ونروح بيها فين في وقت زي ده؟ بعدين مش انت قلت لي ان خلاص المراقبه اتشالت؟ في ايه يا نادر؟ ايوه المراقبه اتشالت، بس ما ينفعش ننسى انك مطلوبه. خلاص يا نادر احنا بقينا هنا، المهم هنشوف هايدي هتروح فين. ده بقى البيوتي سنتر بتاع دينا اللي انت هتشتغلي فيه، ايه رايك فيه؟ حلو مش كده؟ مش فورتيكا يعني؟ وقلعيها ولبسيها على ايه؟ ده المحل بتاعي في روح عنه، على الاقل ريحه خفيف كده. بس بقول لك ايه؟ هو مع حق برضك، انت ما كانش المفروض تسيبي شقه الرقاصه. يا بنت هتضيعي روحك عشاني. وماله؟ انت ياما عملتي كده علشاني. وانت ايه ده؟ وانا اي حاجه اعملها تنقشيها ولا ايه؟ انت هتجيبي روحك ليا؟ هو انت مش هتبطلي؟ طب خلاص عبطت. بقول لكم ايه؟ ريحوا دماغكم، انتوا من اول كده لا بتعرفوا تحلوا ولا تربطوا. انا خلي شكر راح ودي سندس عنده، ودلوقتي هجيب سوكا ويجي، هنقعد احنا مع بعضينا نمخمخ لكم كده في مكنه حلوه تبقى نضيفه ومش متداسه ونداري فيها البت جولي. ريحوا انتوا قلبكم بس. يعني ايه مكنه؟ يعني مكان، مكان. برافو عليك يا كوري، هو ده الكلام. ايه اللي برافو عليكي دي؟ وانا في الروضه؟ وبعدين ثم تعالى هنا، احنا من ساعه ما قعدنا وانت راقبني كده. ايه هتاخدنا 4 في 6 ولا تعمل لي بطاقه؟ وبعدين بقول لك ايه، انت تبع مين في القعده الحلوه دي بقى؟ بالصلاه على النبي. ايه بقى ده؟ الدكتور نادر المحل بتاعي. دكتور على نفسه يا اختي، ما بحبش الرجاله تقعد تفصص في الحريم كده وهي قاعده. ايه هياخدني كشفين؟ البنت دي هي اللي ممكن توقع مروان. مين دي؟ كوريا؟ ايوه كوريا. المهم خلينا نفكر في المكان اللي هتروحي فيه الاول، وبعد كده هشرح لكم كل حاجه. انتوا ان شاء الله طول البعض. بقول لكم ايه، انا هخلع فيلتكم السودا دي. ما تهدي بقى يا كوريا، خلينا نفهم في ايه. يا انسه كوريا، نادر لا يمكن يضرك، اوكي؟ لا انسه ده اهدي بس يا كوريا. كتير